اليوم قمنا بهذه المبادرة نظرا لأن حال الوقت بأن المدونة تغير وتواكب الجديد وتواكب المجتمع والتطورات دياله. الأساسي هو أن المحامي بصفته فاعل في المجتمع وبصفة ديال أنه كيكون كيدافع على الحقوق والحريات، من الواجب علينا كذلك أننا نديروا ندوات من هذا الشكل ونشوفوا شنو هما الإمكانيات اللي كاينين باش أن المدونة تتابع وتواكب ما هو جديد بالنسبة للمجتمع، وخصوصا أن موضوع مدونة الأسرة من أهم المواضيع نظرا لأن الأسرة هي الأساس ديال المجتمع، ومن الواجب علينا أننا نقوم بالواجب كمحامين وكفاعلين جمعويين كذلك. وجمعية المحامين الشباب كيف كتعرفوا ديما كتواكب هذه الإجراءات الجديدة والتشريعات الجديدة اللي غادي تكون، وربما علاش لا نحطوا مقترحات جديدة تحنايا مع هاد يعني هاد الصخب اللي كاين دابا بالنسبه لهذا الموضوع. وبعد الرساله الموجهه من جلالتي الى السيد رئيس الحكومه بفتح ورش اصلاح منظومه العداله بعد 20 سنه من صدورها سنه 2004، تنظم جمعيه المحامين الشباب بالدار البيضاء كعادتها ندوة محلية استدعت لها مجموعة من خيرة المتدخلين قصد مناقشة المدونة، قصد مناقشة الإشكاليات ومجموع الأقفال التي سوف تستوجب أن توفر لها المفاتيح اللازمة قصد بلورة الحلول لكافة المعيقات التي تعترض المدونة. هذا الورش كما قلت يحظى بأهمية بالغة، فتح بمناسبته نقاش عمومي ومجتمعي كبير يحظى بالأهمية البالغة لأنه يتطرق إلى عماد كل مجتمع ألا وهو الأسرة. اليوم كنظن على أنه غدا تعطى مجموعة من المداخلات اللي غدا تشكل واحد الجزء من المقاربة اللي اختارتها كيف ما قلت جمعية المحامين الشباب من أجل الخروج بتوصيات سترفع لمن وجب قصد المساهمة في هذا الورش اللي مفتوح. اللي كاين دابا هو أنه هناك لجنة مشكلة من طرف جلالة الملك معنية داخل أجل 6 أشهر أنها تجمع مختلف المقترحات بعد فتح النقاش مع جميع المعنيين، مختلف المقترحات التي سترفع إلى جلالة الملك بعد ذلك قصد المصادقة عليها أو تنقيحها أو تعديلها بما وجب ذلك من التعديلات. وكيف ما قلت اليوم الندوة ديال اليوم لجمعية المحامين الشباب هي آلية من الآليات قصد الإجابة على جميع هذه الإشكاليات اللي مطروحة. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.